الوسادة هذه مشكلة، الوسادة والله مشكلة، مشكلة عظيمة جدا. انتبه للوسادة هذه. جاء في الحديث الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عقوبات في القبور، ذكر منهم رجل يؤتى بصخرة، والحديث صحيح البخاري، يؤتى بصخرة وترمى على رأسه ويثلق بها رأسه، ثم تتدحرج الصخرة وينثلق رأسه، ثم يعاد عليه ذلك مرات. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين تثقل رؤوسهم عن الصلوات، عن الصلاة المكتوبة تثقل رؤوسهم. إذن لا يظن الإنسان أن ثقل الرأس على الوسادة مسألة هينة، هذه عقوبة الآن في القبر، ليست مسألة هينة أبدا. لا بد أن يقاوم نفسه وأن يجاهد نفسه وأن يصحح.